مرتضى الإسلام، عندما تكتب الواشنطن بوست وهي إحدى أهم الصحف المؤثرة في الرأي العام الأمريكي والدولي، عندما تكتب الواشنطن بوست بأن سعيد زعيم شعبوي يسعى إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد، هل يتضمن أو يشيع على الأقل هذا العنوان بموقف مسبق مما من استفتاء 25 جويلية باعتباره قد يشكل حلقة تختم مسار 25 جويلية من استهداف المؤسسات؟ اهلا وسهلا وشكري الكثير للاستاذ عبد الوهاب المعطر وعلى شهادته اللي نعتز بها برشا. بالنسبه لسؤالك اعيد السؤال. بالنسبه لسؤالك، للاسف اليوم يعني هذا العنوان، عنوان الواشنطن بوست، هو ليس بجديد الحقيقه. مثل هذه العناوين كنا نقرأها منذ أشهر، اليوم جاءت بمناسبة الاستفتاء، يمكن أن نحاول تأويلها في إطار الاستفتاء، ولكن في حقيقة الأمر هي ليست عناوين جديدة. بعد مرور تقريبا سنة من 25 جويلية يبدو أن الخلاص لابد أن يكون تونسيا، والاعتماد على الخارج في هذه الفترة التي يقول فيها جميع المحللين والخبراء الاستراتيجيين والسياسيين الدوليين بأننا في مرحلة انتقال نظام دولي بتنطميمه في إطار، ومن أهم إرهاصاته ومؤشراته، الحرب الأوكرانية الروسية. نحن في تونس كتجربة في محاولة أولية كبلاد عربية إسلامية حاولت أن تذهب في الاتجاه الديمقراطي، تكتلت واغتنمت فرصة هذه الفوضى الدولية بعض الأطراف لتساعد أطرافا داخلية في قلب هذا المسار الديمقراطي، وما علينا إلا الاعتماد على أنفسنا للخروج مأزق الذي لن يكون إلا تونسي لا غير. لا بديل عن اتحاد كل الأطراف، وهو نفس الخطاب الذي يتكرر منذ أشهر، ولكن لا ضير في ذلك، لأن تاريخ المسارات الديمقراطية والانتقال الديمقراطي لا يقاس بالأيام ولا بالأشهر، بل هو مسار لابد فيه من التضحية من جميع الأطراف، والكلمة لكونسيسيون والتنازلات من الجميع حتى يتمكنوا من القضاء على هذا الخطر المحدق بالبلاد التونسية، والذي بمجرد مرور الدستور الجديد ثم من بعد ستأتي الانتخابات، وربما هيئات معينة وغيره، سنكون قد وضعنا أقدامنا رسميا في فردي جديد سيمسك قبضة من حديد. وحتى هذه اللحظات التي ننعم فيها على الأقل ببعض القدر من حرية التعبير وقدرة التواصل عبر سكايب أو عبر الزوم، ربما في خلال أشهر لن نتمكن حتى من هذه. نعم.